تنضم لنا من بغداد هبة التميمي مراسلة القاهرة الإخبارية. صباح الخير هبة، يعني ما هي أبرز الجهود العراقية لمكافحة الفساد؟ نعم، صباح الخير شيرين، صباح الخير جاد، صباح الخير على كل مشاهدي قناة القاهرة الأخبارية. عند زيارة رئيس الجمهورية إلى محافظة السليمانية، وعندما التقى بمحافظة سليمانية هبال أبو بكر، فكان بحثا جميع يعني الأوضاع الموجودة في هذه المحافظة العريقة ولها تاريخها العريق من الناحية الرقعة الجغرافية، وكذلك من ناحية أنه هذه المحافظة يعني تعتبرها هي يعني بقعة من يعني الذي يعني يأتي لها الزوار من كل حد وسط، خصوصا في أنحاء البلاد في العراق. يعني عندما بحث مجمل الأوضاع الموجودة في هذه المحافظة وأشاد بالجهود الحكومية لمكافحة الفساد المستشري في هذه المحافظة، يعني من ناحية النزاهة، من ناحية الأمور الأخرى، حتى البنية التحتية، حتى أكد على هذه اللقاء على الأوضاع الخدمية والإدارية المهمة في هذه المحافظة، وبدأ بذل الجهود لهذه لمكافحة الفساد، وكذلك أيضا تقديم أفضل الخدمات للمواطنين الموجودين في هذه المحافظة، وأكد على دعمه بمساعي إقرار قانون النفط والغاز الذي بات لا يرى النور في بصراحة في عموم البلاد وليس فقط في محافظة السليمانية. قانون النفط والغاز الذي له إشكاليات كثيرة بين حكومة المركز وحكومة الإقليم، وأيضا شدد فيها يعني رئيس الجمهورية على إقرار قانون النفط والغاز الذي يضمن جميع حقوق المواطنين الموجودين في جميع البلاد، وحتى أن محافظة السليمانية أكد على أهمية إنشاء مركز ثقافي في هذه المحافظة للتعرف على الثقافة الكردية، للتعرف على الأمور التي تحصل هناك. يعني محافظة البصرة مثل ما تعرفون حتى تطلق باللغة الكردية السليماني، عفوا محافظة السليماني تطلق باللغة الكردية سليمان، وهي من المراكز وهي من المدينة العريقة ومن المراكز يعني المهمة في هذه يعني خصوصا في العراق، والتي تعد هي يعني يأتي السياح لها وأسواح لها، حتى أن كبار الشعراء والسياسيين موجودين هنالك، حتى أن المتحف السليماني الذي يعتبر هو من أكبر المتاحف بعد المتحف العراقي الموجود في بغداد، حتى أنه يعود تاريخها إلى 1792 قبل الميلاد، حتى أن هنالك أيضا جبل أزمر الذي يعد هو من أحد المرتفعات الموجودة السياحية هنالك. فشدد على أهمية فتح هذه المراكز الثقافية وتاريخ هذه المحافظة ومدى إقبال السياح في كل أنحاء العراق لجذبهم أكثر فأكثر من خلال يعني التعرف على الثقافة الكردية، حتى أن سجنارها تعتبر أيضا من يعني من الأماكن التي يأتي إليها السياح في البلاد، وكذلك أيضا المحافظ هبال أكد هو ورئيس الجمهورية شكره لهذه الزيارة المهمة ودعمه لهذه المحافظة واستمرار يعني كافة الدوائر بالعمل من أجل يعني إنجاح يعني واستقطاب أكثر عدد من السواح إلى المحافظة السليمانية التي تعتبر من المحافظات الجميلة، خصوصا في فصل الصيف هناك منابر خلابة، هناك مصايف كثيرة مثل ما قلت جبل أزمر، جنار، يعني المتحف العراقي والكثير من الأمور التي تكون موجودة، وهي المراكز الثقافية، الشعراء الموجودين، الأدباء المؤرخين، العلماء السياسيين الموجودين. لكن من بداية من مشروع قانون النفط والغاز وحتى يعني المساعي الخاصة بتعزيز كل أواصر هذا القطاع، القطاع السياحي في هذه المدينة، إذا انتقلنا إلى ملف آخر، رئيس الوزراء العراقي شهد افتتاح معمل إنتاج الأنابيب ذات الألياف الزجاجية في البصرة، وهو الأول من نوعه في العراق. ماذا سيقدم هذا المصنع من احتياجات للعراق؟
نعم، رئيس الوزراء محمد شاع السوداني يهدف دائما لاجل الصناعه المحليه، دائما يشدد على كل محافله الى احياء او نهوض الصناعه المحليه، وخصوصا عندما زار محافظه البصره رئيس الوزراء والتقى بمحافظ البصره، حيث انه افتتح معمل الأنابيب جي آر بي في البصرة، وهذه هذا الأنبوب يعتبر هو يعني الفريد من نوعه، يعتبر هو يعني من الأول من نوعه، الذي طبعا ينفذ بمواصفات حديثة وتقنيات حديثة، وكذلك أيضا مواد أولية وأجهزة كاملة وأجهزة فحص كاملة متعلقة يعني التي يحتاجها كل مشروع عند بناء البنى التحتية، التي يحتاجها كل مشروع عند بناء الكثير من الأمور التي يحتاجها العراق، خصوصا ان العراق في تطور للبنى التحتيه بانشاء وتاهيل جميع يعني الطرق والجسور واكساء الطرق والجسور وبناء المحافظات، خصوصا ان مواسم 2023 تتضمن يعني النهوض بالواقع الخدمي الذي كان مهمل في السنوات يعني الماضيه، وكذلك فان هذا الافتتاح افتتاح معمل الانابيب الذي يعني يعتبر هذا المعمل هو ذات ألياف يعني زجاجية، كان هذا المعمل والأنابيب التي كنا نستوردها من الخارج اليوم هي تصنع أو تصنع في العراق، ولذلك يعني حتى إنتاج المعمل سوف يعطي يا جاد حاجة كل مشاريع مثل ما نعم، أسلفت إلى البناء التحتي، وكذلك الشركات الأجنبية المتعاقدة مع وزارة النفط ضمن جولات التراخيص، وكذلك مبادرة أشكرك هبة. جميع الشركات الأهلية مع محافظة البصرة الرئيس. نعم نعم أشكرك نعم هبة لضيق الوقت، يعني كفيتي ووفيتي في رصد هذه المعلومات من هذا المشروع وهذا المصنع، وأيضا مشروع قانون النفط والغاز. أشكرك شكرا جزيلا على وفرة هذه المعلومات هبة التميم، مراسلة القاهرة الإخبارية، دائما معنا من بغداد.